يعني نقول لهم شكرا ونقول لا لهم طبعا. متشكرين، وعايزك تقول الو. الو الو طيب هو واضح ان الاتصال. طيب الو. الو ايوه الو مساء الخير، ازاي سامور، حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله، ازاي حضرتك عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ طبعا نورين. زوجة الكابتن حسام عاشور، برحب بحضرتك على قناة الاهلي واكيد متابعانا وتتفرجي علينا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا طبعا بحضرتك. معاكم. يعني كابتن حسام اتكلم في الاول وقال ان هو بيحب الاستقرار وان هو دايما حاطط سيستم لحياته، بدايه جوازه اتجوز وهو صغير جدا، لكن انا عارف ان حضرتك دايما زوجه لاعب كره القدم بتعاني معاه وبتتعب جدا جدا، لسه مش متعوده على المعسكرات، مش متعوده على ان هو ما يكونش موجود في البيت، لكن حضرتك خلاص بقى اتعودتي على الموضوع والامر بالنسبه لك بقى عادي جدا، فانا عايز اعرف ازاي اتعاملتي مع الموقف او مع المواقف في بدايه الجواز لحد ما اتعودتي على ان الكابتن حسام عاشور سفرياته بقى وماتشاته وبطولاته، ازاي بيرجع وهو كسبان، موده حلو وهو بيرجع وهو خسران، موده وحش، اكيد قابلتي كل الشخصيات في شخصيه الكابتن حسام عاشور. طبعا الفتره دي كانت لسه صغيرين متجوزين، طبعا الموضوع كان جديد عليا جدا، مش فاهمه حاجه في موضوع الكوره، فطبعا هو واحده واحده فهمني موضوع المعسكرات. كانت الفتره دي في اول جوازنا كان كتير جدا، تقريبا ما كنتش بشوفه خالص، فواحده واحده يعني فهمت الموضوع وبقيت يعني بقيت فاهمه دي ظروفه وشغله ولازم اقف جنبه وحياته لازم اكمل معاه المشوار للاخر. بس الكابتن الحمد لله يعني. طب وخلاص بعد كده بقى حضرتك فهمت الدنيا بتمشي ازاي بالنسبه لحياه لاعب الكوره والمعسكرات الطويله، وفي الاول اكيد طبعا لحد ما الاولاد كبروا كنت لوحدك، لكن اكيد يعني كنت بتتعاملي مع الموضوع بشكل مختلف لحد ما اتعودتي وخلاص واخدتي على حياه لاعب كره القدم. هو في الاول كان صعب جدا ان في مناسبات الاعياد صح رمضان حاجات كتير ما كانش بيحضرها معايا ومع الولاد، وده كان بيفرق جامد جدا معانا. بس انا فاهمه الموضوع عامل ازاي وده مستقبله وشغله لازم نستحمل. حتى الولاد كنت بحاول في الاول، هم مش فاهمين حاجه عن الموضوع دوت، واحده واحده بقى ياخدوا بالهم، بقول لهم بابا نجم وبيلعب ومش فاضي دلوقتي. هو الموضوع صعب في اوله بس يعني الحمد لله الولاد فهموا، يعني كبروا الحمد لله وفهموا، ولسه بقى نبدا مع ليلي بقى في الموضوع ده. بس ده شق، الشق التاني بقى انا عارف ان الكابتن حسام عاشور مودي، انا عارف ان هو كان يعني الفتره بقى لما بيجي كسبان ماتش بيبقى مزاجه حلو ورايق والدنيا بالنسبه له جميله، لما بيجي خسران تتعاملي معاه ازاي وبيكون مزاجه عامل ازاي بقى؟ وانا عارف ان دي حاجه بتكون صعبه جدا لسببين، اول حاجه ان هو نجم كبير وكابتن نادي الاهلي، والحاجه الثانيه طبعا ان هو زوجك وعنده اولاد وعنده مسؤوليات، فكان الموضوع صعب عليكي جدا. بص هو في الاول طبعا صعب عليا، بس انا بحاول لما بيكتب كده بيبقى يجي لي البيت، الولاد احنا قاعدين ومبسوطين وبنحتفل بيه في البيت مع الولاد. لما بيكون في خساره او تعادل فبحاول يعني يجي لي البيت برضو الدنيا كويسه، وبقول خلاص مش مشكله، خلاص حاجه وعدت، لازم بعد كده نستمر، وانتوا لعبتوا وخدتوا بطولات كتير. وبحاول يعني اهديه شويه عشان بيبقى جاي منفعل قوي، وهو حسام من نوع شويه يعني اقل حاجه. انا شفت اصلا زيه، يعني انا حاجه زيه قريبه منه كده، فانا عارف ان احنا موديين جدا. هي دي بتبقى صعبه شويه، بتعامل حاجه بتعامل معاها، بس الحمد لله بقدر عليها يعني، بحاول اطلعها انا وكده. كابتن حسام بقى يعني هواياته بيحب يعمل ايه في اوقات فراغ؟ انا عارف ان هو ملوش في السوشيال ميديا، وده حاجه مريحاكي اكيد يعني بعدها عن كل حاجه ممكن وجع دماغ تجيله، لكن الكابتن حسام في اوقات فراغه بيحب يعمل ايه؟ بص حسام في الموضوع دوت هو صراحه محترم جدا، حتى لو هو بيخش على الحاجات دي او شوفها. انا بالنسبه لي انا شهاده يا كابتن حسام اهي، شهاده اهي. هو بص هو عامه ما بيحبش وجع الدماغ، ملوش في الصداع كتير، صح؟ هو ما بيحبش نفسه من كلام كويس، قال كلام وحش مش معايا انا يعني. هو اهم حاجه هو مركز هو بيعمل ايه بالظبط، ان الحاجات دي فعلا بتقلب موده جامد قوي. صح، فهو مريح دماغه من كل ده. بالنسبه لي هواياته، هو اليوتيوب ده عنده مشكله جامده جدا. طب نقفل اليوتيوب ولا ايه؟ ولا نسحب الموبايل؟ لا لا لا, لا.
هو بيقعد عليه كتير قوي، بيتفرج على الماتشات تقريبا، الماتش اللي كان بيلعبه بيتفرج عليه 100 مره في اليوم. بيشوف ايه اللي كان صح وايه اللي غلط، بيشوف بيتابع الدنيا ماشيه ازاي، حتى لو هو ما لعبش الماتش بيتابع اصحابه، بيبقى برضه حتى لو اتفرج على الماتش معايا يجي يتابع تاني، بتشوف ايه اللي عمله النهارده، الدنيا ماشيه ازاي. هو بيحب يتابع نفسه اول باول، يعني حتى لو اي حاجه طلعت منه كويسه يحاول هو يعدل منها. طيب انا عايز اسالك سؤال بكل صراحه، يوتيوب قاعد طالع من طوشه، سؤال بكل صراحه، هل الكابتن حسام عاشور في الايام اللي بيكون موجود فيها في معسكرات بيعوضك عنها بقى وبيعوض الولاد ولا لا؟ اه طبعا بصراحه. بص بصراحه والله يعني وقته كله بيبقى لينا احنا، الاجازه دي بيقضيها معايا ومع الولاد، بنسافر بنروح اي حته حتى لو قاعدين في البيت، بس احنا عامه الاجازات ما بنقعدش في البيت خالص. ما انا عارف ان هو، انا عارف ان هو بيحب شرم الشيخ جدا، صح؟ بيحب شرم الشيخ جدا، شفتي بيشجع دايما على السياحه المصريه ايه؟ طبعا. لا هو بيحب يروح هناك قوي، هو بيحب القعده هناك. طب الاكلات، انا عارف ان هو كده بيحب اكلات صعبه، بس حضرتك بتعرفي تعمليها وبتعرفي تعمليها له كده بالشكل اللي هو بيحبه؟ انا عارف ان هو بيحب طبعا بطاطس بالفراخ، بيحب الكبده، بيحب الحاجات اللي يعني الدسمه دي. بتعرف تعمل الاكله ده كابتن ولا لا؟ لا بتعرف تعمل لك الاكله تمام. قلت لك صينيه بطاطس بالفراخ دي عيش ايه؟ صح كده؟ عيش ايه؟ عيش ايه؟ طبعا دي اهم حاجه. طب والكبده؟ بحبها قوي. شفتي عشان تعرفي بس؟ هعملها كويس. بس انا في حاجه انا عايز اقول لحضرتك عليها، هتقولي لي عرفت منين؟ هقول لك بقى ما اعرفش. انا عارف ان هو بيحب المانجا جدا جدا، وان هو يخلص الحلقه ومسقع كده كام مانجا في الفريزر علشان يجي ويطلعهم وياكلهم، صح كده؟ انا خلصتيهم. انا عندي عقده اصلا. عقده ليه بس؟ ليه؟ هي موسوسه، هي موسوسه شويه. يعني موسوسة. طب والشتا بتعمل فيه ايه؟ بتكون مخزن مانجا؟ بروح اكلها بره بقى، اكلها عند امي عند حماتي اي حاجه يعني. بس انا مسقع دلوقتي 10 مانجات اروح اخلصهم يعني. يعني 10 بالعدد؟ بس لو هي ما خلصتش حاجه يعني. ماليش فيها قوي يعني، هو بيحبها قوي وانا بخاف عليه بياكل منها بطريقه كتيره. طيب انت يعني حلوه، انت بتحب طبعا العويسي والحاجات اللي هي العويسي عشقي، عشقك العويسي. انا عارف ان الكابتن حسام يعني زي ما قلت لحضرتك كده يعني مزاجه حلو، بس انا عارف بقى كمان ان هو من ضمن هواياته ومن ضمن الحاجات اللي بيحب يعملها دايما يحب يصحى من النوم على القهوه العربي، صح كده؟ معلوماتي صح كلها كده؟ يعني انا بقول لك كابتن حسام صح كده، لو ما فيش قهوه عربي يعني ممكن يومه ما يبقاش حلو ويبقى مزاجه مش رايق، يعني اللي عايز يكلمه يكلمه بعد بينزل يجيبها ويجي، ما عندوش مشكله لو ما فيش. لسه جايب علبه النهارده والله. في اي وقت ماشي. ممكن بالليل الصبح في اي وقت. تعامل الكابتن حسام مع اولاده، انا عارف ان هو بيحب اولاده جدا جدا طبعا زي ما بيحب حضرتك، لكن دايما بسمعه ان يعني في المعسكرات لما ببقى موجود معاه الاولاد اي حاجه دايما يكلموه، وهو دايما بيسايسهم وبيتعامل معاهم بحنيه وبطيبه، واكيد طبعا تحكي لي بقى حضرتك اكتر عن تعامل الكابتن حسام عاشور مع اولاده. بص انا بعاني جامد جدا من دلعه فيهم. انا شفت والله بيحبهم جدا. انا بشد شويه عليهم اني لازم في حد يشد، وانا طبعا القعده معاهم يعني الوقت كله. انا حتى لما بزعق لهم او اعاقب اي حد منهم بيقف لي، يعني هو ما بيحبش اولاده يزعلوا ابدا. اللي هم عايزينه لازم يبقى على طول يتجاب، ما فيش حاجه اسمها لا. بيتعامل معاهم بحنيه بشكل غير طبيعي، حتى هم بيحبوه جدا جدا بيموتوا فيه يعني. اسال جنى او اياد يعني عينيهم الاثنين حسام. طيب وليلي، ليلي بقى الاخر حاجه عندنا دي بقى اللي مجننا حسام شويه. طيب عايزه يعني اياد ان شاء الله يكون لعيب كوره، ولا حضرتك شفتي بما فيه الكفايه اللي خلاص قلتي لا ما حدش من ولادي يطلع لعيب كوره ابدا خلاص؟ لا لا ليه الحمد لله حسام. طيب لعب كويس وعمل ارقام قياسيه كويسه طبعا جدا. انا اتمنى ان اياد يكمل مسيره بابا بعد كده، بعد عمر طويل في الكوره. اتمنى اياد يبقى زي حسام ان شاء الله باذن الله. طب شايفه الكابتن حسام عاشور لو ما كانش لعيب كوره كان ممكن يطلع ايه؟ بص هو حسام اي حاجه ان شاء الله يعني، اي حاجه كان هي اي شغلانه ثانيه كوره او غيرها كان هيبقى كويس جدا فيها. طول ما البني ادم عارف هو عايز ايه وماشي في شغله بثقه، وهو عارف هو عايز ايه بالظبط وماشي بضمير كويس جدا وبيراعي ربنا، دايما ربنا بيكرمه يعني. صح. في الكوره او غير الكوره كان هيمشي كويس قوي. لا بس في اكيد حاجه حضرتك كنت شايفاه فيها، كان ممكن يطلع كان فنان، يطلع دكتور، يعني في كده شغلانه معينه حضرتك كنت شايفاه فيها، ولا هو ينفع في كل حاجه؟ هو ينفع في كل حاجه، بس هو اكتر حاجه الكوره مع حسام. هو كوره، ها مفيش غير كوره. هو بالنسبه لحسام ككوره لا لا، هو بيشوف الكوره جدا، ما شفتش في اي حاجه ثانيه انه انا شايفه فيه كده. حتى تعامله وتمسكه بالنادي وانفعاله على النادي وحبه للنادي، لا هو في الكوره.
طيب يعني اكيد طبعا بنتمنى لحضرتك التوفيق وللكابتن حسام ولولادكم ان شاء الله وتشوف اياد كده ان شاء الله امتداد للكابتن حسام عاشور. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا زوجة الكابتن حسام عاشور كانت مشرفانا ومنورانا كابتن حسام.